I'm
الله خير. ولا تنسى في هذه المناسبة
ثلاث رقائق لمنتدى الفقر الذاتي، والتي تسمح منها للجمعيه قضاء معسكر عام ورعايتها في اوائل ايام مسكنها، وكذلك اشكر موصول في الامور التي نفاهم في جاهها. داعيا لها ان زوجها لم يحفظ الطيران. نسبت الفضل وصدقهم على سيدنا وعلى اله وصحبه. قال الله جيدا كتاب الكريم على هذه الكلمات الطيبة، وقد عبر المهندس حاتم كلمته الحديث عن فكرة النبوية. تسمح لي أيضا أن أعبر هذا الحفظ بهذه الأبيات الذي أستدعي أبيات أحمد شوقي. تجلى مولي هذا، تجلى مولي كل هذه وعبد فشائره البوادي والنقابة، وأزدت للبرية مثل وهم يدا بيضاء طوقت الرقابة. لقد وضعته وهاجا منيرا كما تجد السماوات شهابا، فقام على سماء نورا تضيء جبال مكة، والنقابة وضاعت يسرق الفيحاء مسكا، وفاح القاع أرجاء وغابا. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بين أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة في بيانك إذا لم يستخفك له كتابا. مدحت المالكين، مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحت فقدت السحابة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عن ماذا أحدثكم؟ شأن الجمعية الأردنية لحجاز القرآن المسلم. كانت حلما للأذهان، تحولت بفكرة تنفذها الأبدان، اجتمعت عقول وأذهان، أظهرت بهم سفينة الإيمان نحو الهدى بسلامة وأمان، فنشرت فضل الفكر والقرآن. يعجب أن أحدثكم عن دورها، تعجل أن أحدثكم عن دورها الكلمات والأوجان مع هذا الفيديو الذي فيه نطاعة القرآن. تفضل أستاذ عبد بعد نطاعة الإمارة. Thank you.
مع العديد من الوزارات والجامعات والمستشفيات والجمعيات والمدارس. وشاركت الجمعية بالعديد من المحافل والمؤتمرات الدولية كمؤتمر الوفد السني العراق ومؤتمر الإعجاز كردستان وتنجم الجزائر وغيرها. وتقوم الجمعية بإنشاء مجلة دورية باسم بينات، وهي مجلة متخصصة في الإعجاز العلمي لتجمع علوم الباحثين وطلبة العلم. وتتضمن المجلة أيضا عرضا لأنشطة الجمعية المختلفة، وقد صدر من المجلة 12 عددا حتى الآن. الجمعية تقوم بعدد من النشاطات والأعمال، وما يميز نشاطات الجمعية أنها جمعية مختلفة مفتوحة للجمهور والمشاركة للجميع. والآن هناك ربط هذه النشاطات على سبيل المثال، الجمعية تعقد محاضرات علمية متخصصة وتربطها بالإعجاز والتخصص. أيضا تعقد الجمعية العديد من دورات الإعجاز والتخصص، شاركت لهم الجمهور من المتعلمين. وبلغ عدد العلماء الذين قدموا محاضرات مع الجمعية في الأردن أكثر من 170 شخصية علمية. وتسير الجمعية العديد من الرحلات الثقافية والترفيهية بهدف الاطلاع على أسرار الكون والطبيعة بحضور العديد من المتخصصين في مجالات الإعجاز العلمي المختلفة. وخلال أنشطة الجمعية ومحاضراتها نمت علاقة الجمعية مع متخصصي الإعجاز خارج الأردن تصل إلى أكثر من 300 شخصية علمية متخصصة في جميع أنحاء العالم. وقامت الجمعية بعقد العديد من الدورات العلمية المتخصصة في مجال الإعجاز، بلغ عددها 7 دورات. وقد لاقت أعمال الجمعية تجاوباً واسعاً، واتسعت رقعة التواصل مع المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب ويوتيوب. تم عقد عدد من المحاضرات والدورات عن طريق تقنيات التواصل عن بعد المختلفة، صغيرة جدا جدا، نقطة تسمى نقطة تفاهم. الحظ يقال بأن هذه الجمعيات من القلائل التي لم يتوقف نشاطها بلا Thank you.
الأكاديمير المهندس إيهاب البشتاوي رئيس الجمعية، أصحاب المعالي الخلافة والفضيلة وصاحبات الفضيلة، الحضور الكرام، أقول كلمتين في مقدمة كلمة التي أسجلها وقد كتبت جمعة مريضات أثناء جلوسي هنا بسبب أنني في المقدمة الأولى نسيت ما كتبته على طاولة جامعة الرياض. مثل الخطيب لست كعبد الله الخطيب الدكتور في الكلام الذي أحتاج منه أن يفسره لي بعد ذلك. هذه أولا، لذلك أبلغ السابع. المقدمة الثانية، خير ما يكون احتفالنا بشهر ربيع، شهر المولد، الاحتفال بالقرآن الكريم وسنة الرسول. وأذكر قبل 40 سنة عندما كنت طالبا في السنة الأولى في الجامعة، حضرت محاضرة للشيخ ابن باز، جاء إلى جامعتنا في الأردن وأعطى محاضرة كانت أول مرة أستمع فيها في الإعجاز العلمي. وهذه المقدمة الثانية التي أقولها، حينما استمعت إلى تلك المحاضرة أجد نفسي لا أستطيع أن أتحدث أمام أساتذة الإعجاز وأساتذة اللغة أمثال أستاذ الكبير عمر النجار وأستاذي الدكتور عويضة وأبو مالك الدكتور حسام محمود كلهم، وبالاسم إذا أردت أكمل البقية الموجودين كلهم. لذلك كل يوم أستفيد شيئا جديدا وأتعلم، وكانت الكلمة التي أعتدتها في حديثي تتعلم في هذا اليوم بهذا اللقاء بلقاء الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن الكريم والسنة، أو لإعجاز القرآن والسنة، أو لإعجاز الكتاب والسنة. وأقول ذكرني الدكتور الخطيب بكلمته عن رئيس الجمعية حينما قال بالفضل كان يخاف على جمعية الأردنية للقرآن والسنة. ذكرني هذا الصوت بالصوت الذي كان ينتابنا حينما كنا نستمع إلى شخص يأتي بشبهة أو شبهات تتعلق بالقرآن أو السنة النبوية، وخاصة من أولئك الذين بذلوا جهودا كبيرة في البحث عن الشبهات وكتابتها وصياغتها وبثها بين المسلمين. كل يوم يأتينا على وسائل التواصل الاجتماعي شبهات جديدة تتعلق بالسنة وتتعلق بالتدريب وتتعلق بالقرآن الكريم، حتى يحيوا فينا العودة إلى القرآن الكريم حقيقة. وهذا الصوت كذلك حينما يأتي إنسان طبعا من طبعات القرآن الكريم يقولون فيه تحريف وفيه طباعة غير صحيحة وهناك تداول، حينما نجتمع ونبحث عن هذا الذي ذكروه تجد أنها حركة أضيفت أو كلمة طباعة سقطت أو شيئا من ذلك، لا يكون شيئا دائما. ولكن أقول هذا الصوت يتبدل حينما نقرأ كلام علمائنا لما شرحوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي ذكر الله قال سيدنا محمد وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، وهذا الحديث صحيح رواه مسلم بل الحديث الكلي بل الكرام لا يغسله الماء، مع أن الكتابة إذا كتبت على الورق وغسلت بالماء تدور الكتابة إلا إذا كان كبرا له أهمية. ولكن أساتذة الإعجاز علماء الإعجاز الذين شرحوا السنة شرحوا القرآن الكريم وفسروه ذكروا بأن هذا القرآن محفوظ، لأنه حتى لو
السريان المسلمين يظهر لك التحريف في القرآن الكريم. وطبعا علماء السنة يظهرون ما يحدث من تحريف في السنة النبوية أو الحديث الموضوع أو غير ذلك. ولكن أقول يتبدد خوفنا ويتبدد خوفنا ويزول إذا علمنا أن كل ما يتصل بالقرآن الكريم سواء كان إنسانا يحفظه أو يفسره أو يدرسه أو يعلم تلاوته أو الإعجاز يقولون لنا لا تخاف على هذا المنهاج، وهو المنهاج الذي دعا سيدنا إبراهيم وإسماعيل بأن يستمر دعوة إبراهيم ودعوة الأنبياء حينما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال وابعث فيهم بمعنى أن الأمة الإسلامية، وهنا محور الحديث الذي لا نطيل فيه، محور الحديث أن حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع هو الذي يعيدنا إلى المعجزة الكبرى الأمي الذي أعجز البلغاء. وهذا الأمي كما قال العلماء جميعا، هذا الأمي الذي يتلو عليهم آياته فتؤثر فيهم هذه الآيات فتحصل التزكية، ثم يعلمهم الكتاب والحكمة وهو ما تقوم به الجمعية. ولذلك اليوم لو كنا في لغتنا كما كان علماؤنا وكما كانت الأمة التي بعث فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تفهم العربية بشكل صحيح، لو كنا كما هم في لغتهم لانبعثت فينا الروح من جديد حينما نتلو القرآن الكريم. ولذلك على جمعية الربانية لإعجاز القرآن الكريم وسنة نبيه، وعلى جامعات ذات شريعة، وعلى رابطة علماء الأردن وأنا أرى رئيسها ومؤسسها في هذا المكان، وعلى الجمعيات جميعا وعلى مراكز الوعظ والأوقاف، كل من كان عليه واجب من واجبات الدعوة إلى الله والتعليم الشرعي، واجبنا أن نعيد إلى اللغة العربية القوة الحقيقية لكي نستفيد من القرآن الكريم كما استفاد العرب الأوائل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمي الذي تلا القرآن أنتج أمة أحياء كما قال ابن البعث وابعث فيهم رسولا، بمعنى أن الأمة العربية كانت ميتة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم والسنة، إنه قال يدعو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وهي السنة فأحياهم وزكاهم وأصبحوا قادة للعالم حتى نعود كما كانوا. هذا هو الإعجاز، أن نعود إلى جهاد الإعجاز وجهاد البيان والتبيين وجهاد الدعوة لكي نقوم بواجب الوقت اليوم في رد هذه الشبهات المتكررة التي تأتي علينا قبل أكثر من 100 سنة تقريبا، وحينما بدأ تأليه العلم والمادة ليواجهوا به وشكوا به المؤمنين القرآن الكريم والسنة وغير ذلك، برز علماؤنا قبل 100 سنة وأكثر من 100 سنة وكتبوا ما يجب عليهم في ذلك الوقت. ولكن اليوم المسجلات كثيرة وما نتعلمه كثير لكي نرد به على هذه العاديات وعلى هذه التحديات وعلى هذه الشبهات، فنحتاج إلى أمثال أستاذ الدكتور دبلوم والدكتور بسام وكل أساتذتنا الذين يراجعون ويجددون هذا العلم بشكل صحيح، ونحن بحاجة إلى جهود هذه الجمعية. فأقدم شكري لرئيس الجمعية والجمعية والمؤسسين وكل من يقوم بالعمل تلاوة القرآن والسنة النبوية والدفاع عنها، وجشوف الوضع الله لهم التوفيق ويكون جميعا أن تكون داعين لهم. قد لا نستطيع أن نفسر القرآن الكريم ولا نستطيع أن أيضا ندافع عن السنة النبوية، ولكن نستطيع أن نقف مع من يفسر ويقوم بهذا الواجب. ولا أريد الإقبال عليكم، هذه كلمة تذكرتها اليوم الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة كتابه واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم على تداخل الأوقات اليوم، صار عندي موعدين في وقت واحد، ولكن تم إعجاز لأني أنا برضو أخاف من دعوة الدكتور المهندس حاتم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
علينا في هذه الليلة الطيبة. اسمحوا لي أن أنتقل معكم إلى تكريم كل من العلماء الطلاب الذين كان لهم من الدخول على هذه الجمعية. ونبدأ مع أستاذنا الذي يقدم ابتداءً دعوة صالحة قبل أن نقوم إلى صلاة العشاء. لكن اسمحوا لي مرة أخرى أن أقدمه شعرا. الأستاذ الدكتور دبرون الحجار يقول: يا نفس تلك المنى فلتنتشي قربا، ولتحمد الله إذ قد حقق القرب، تثبت أحلم أن ألقى موجهنا فأملأ العين من مرآه والهدب أهلا لأستاذي الهادي إلى سنن للمصطفى من لدين الله قد وهب. أنت الإمام الذي قد حاز مرتبة تطالع السادة الأعلام والنخبة. أبقاك ربي أبقاك ربي للتوحيد تحرسه، تدور عنه سهام الشرك والكذب، وتنشر السنة الغراء قاطعة، وتهدم البدعة المسراء. واحتسب فضل الأستاذ الكريم، تسمع منك دعوة صالحة قبل أن نقوم إلى صلاة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي على خلق هذه الأمة وأحييكم جميعا بالتحية والسلام. وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد يعني لم يظهر في الموضوع، ولكن قصر كلمات كلها يعني أصبح الإعجاز الثاني من القرآن والسنة هو أقوى سلاح نستطيع أن ندافع به عن ديننا وعن مقدساتنا. لأن نعمل الحاجة في البيت المتدين قبل أكبر. وحين دخلت إلى الجامعة سنة 51 ميلادي جامعة مقاطرة، وجدت بموجة من الإرهاب شديدة. كان لابد لي أن أرد يعني بحكم تربيتي أن أرد على الأساتذة والطلاب الذين جاءوا من الإرهاب. وكنت أقول لهم أن العلم الذي أقدم به الله أن أخذتم عنه كبيراً جذوره إسلامية، وأن منهج العلم التجريبي نبت في الحضارات الإسلامية اعتراف المنصفين للرب. والعلم التجريبي نختلف ونبينه بنتائج صحيحة، ولكن تبقى القضايا الكلية أبعد كثيرا عن تناول العلماء التجريبي. فالعلم التجريبي كانوا لابد باب الجو لسنوات طويلة، ولم يعرفوا كيف نتكلم يتوسع إلا بالخلود الأول والقرن به. والقرآن الكريم قال: أتبقى العبد في ربنا وبارك على السماء بريتها بعلمه وإننا موسعون. واعتبر علماء الفلك ان اكتشاف توسع الكون هو اخطر اكتشاف علمي في تاريخ البشر، لانه اعان العلماء ان يفهموا كيف تم خلق هذا الكون وكيف سيبدا هذا الكون. كانوا ينادون بنظريه الطور العضوي، والان من اقوال الغربيين مئات من الكتب تربط هذه النظريه الفائده تماما، ولا نجد لها صدمة علمية. كانوا يتكلمون عن كثير من الأفكار الكلية، يعني يقول البعث والعلم الآن يشير إشارات دقيقة إلى حدية البعث وهكذا. فأقول أن السبق العلمي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الورقة الرابحة في أيدي المسلمين.
كلما اهتممنا بإبراز معرفة في كل القرآن والسنة من حقائق علمية سبق بها كل المعرفة الكثر بمئات من السنين عرف لا يمكن أعاق على القرآن. والعالم كله يعترف اليوم بأن الإسلام هو أصل عن الأديان المشتركة في عالم اليوم، وانتشر بين الطبقة العليا يعني الناس المثقفين في كل دول العالم. وكان لي معرفة بأستاذ أمريكي اسمه جاري ميلر. جاري ميلر كان قصة وكان شديد الإعداد للإسلام والمسلمين، ثم شاء الله يختلف مع الكنيسة فخرج من الكنيسة وأصلا دارس الرياضيات، حصل على ماجستير في الرياضيات، وكان في تدريسه في عدة جامعات أكاديمية شديدة بالقراءة والقرآن الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب إلي طالب من طلابه ليس عربيا وهذا له مقدمة على القرآن الكريم وكتاب عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كتبه أحد العلماء الفقهيين الشهيرين يعني، وكتبه عاقبة دابقة حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يدخل بلاد أنك واجب القرآن وأنك لم تقرأ القرآن وتغيب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنك لم تقرأ شيئا عن سيرته العظيمة. وأنا أتيت لك بهذه الكتابين كي تغيب القرآن من قلبك وتغيب الرسول من سيرته صلى الله عليه وسلم. يحكي لي جاري بلاد يقول: عكبت على المصحف وقلت العدو للعدو أتلمس من أخطائي لحظة تكون كريمة، وبعد أن ختم القرآن الكريم لم يجد أمامه مقرا للنبي عليه السلام، ويكتب كتابا بعنوان القرآن المذهل The Amazing Quran. والقرآن النص موجود على الإنترنت يعني باللغة الإنجليزية، وهو استقر أن يترجمه إلى عربي وبالإنجليزي وعربي The Amazing Quran. والطيب ورقة دعوة راقية يعني بعيد المسلمين اليوم، والعالم كله مندهش ان الاسلام هو اصل الاديان المشاركه في العالم اليوم، في الوقت الذي المسلمون منقسمون على انفسهم ومتراجعون حضاريا، وهذه شهاده من القران وشهاده من السنه وشهاده من الاسلام. فاهتموا بموضوع الاعجاز انه الورقه الرابحه لغير المسلم اليوم، عسى الله ان يفتح لنا باب عن بصر جديد. وما ذلك أبو طالب العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل رائع حقيقة لا يتم التكريم وجعلني اتصال من وراء الكواليس. هناك رجاء وقرار، أما الرجاء فهو أن يدون الإخوة أسماءهم على ورقة الوجود، وأما القرار فيمنع مغادرة أي أحد قبل أن يشاركنا طعام العشاء إذا استغربتم بعد أن أقرأ الإشاء. يتفضل رئيس الجمعية لتكريم رائع الحفل الأستاذ الدكتور عبد الناصر أبو البصل. الأستاذ الدكتور راتب الحليمي كان داعما للجمعية حيث تبرع بفرض الجمعية لمدة 5 سنوات. يروج عنه أحد الكلام هذا الجلال مهندس محمد عطار، يروج عنه الكلام هذا الجلال جزاه الله خيرا. جزاه الله بارك الله فيكم حسن استماعكم، جزاكم الله خير شرفتونا. ننتقل الى اداء صلاه العشاء ابتداء، وبعدها نتناول طعام العشاء باذن الله تعالى.